في دليل إرشادي هذا سنوضح لك كيفية القيام ببي أوت بتوكن ألتيما على موقع ألتيما بزنس. يرجى الانتباه إلى أنه يجب تفعيل محفظتك للحصول على المعاملات. لا بد أن تمتلك كوين سمارت في رصيدك لتفعيل المحفظة، والحد الأدنى للتفعيل هو 1 سمارت. يمكنك الحصول على سمارت بالطرق التالية: أولا، أن تطلب من شخص أن يرسلها إليك. ثانيا، اشتريها في البورصة وارسلها إلى المحفظة. ثالثا، من خلال مبادلة عملية السوابن للكوينات الأخرى. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بألتيما بيزنس. بعد الدخول إلى الحساب، في حساب الشخصية اختر قسم باي أوت الموجود في القائمة اليسرى. في الصفحة التي تفتح سيطلب منك تنشيط المصادقة الثنائية، وهذا الأمر ضروري لتنفيذ الباي أوت. يمكنك معرفة المزيد من هذه التعليمات حول الإعدادات على هذا الرابط. بعد الانتهاء من إعدادات جوجل 2FA، حدد الرصيد الذي تريد أن تسحب منه التوكنز في قسم باي أوت وانقر على زر Next Step. تفتح لك نافذة حيث يجب عليك تحديد عدد التوكنز التي ترغب في سحبها، عنوان محفظتك، يمكنك نسخ العنوان إلى سمارت وولت. حدد عدد التوكنز المراد سحبها، ثم ألصق العنوان المنسوخ وانقر على زر Transfer. بعد ذلك تفتح نافذة تحتاج فيها إلى إدخال كود المصادقة الثنائية. افتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتر وادخل الكود الذي حصلت عليه في التطبيق في الحقل المناسبة. بدون هذه المصادقة لا يوجد باي أوت لك. إذا نفذت كل شيء بشكل صحيح، تظهر لك رسالة تفيد بأنه قد تم إنشاء طلب خاص بك لسحب التوكنز. انتهى الأمر، لقد قمت بتنفيذ باي أوت بتوكنز ألتيما. المعلومات حول جميع هذه المعاملات متاحة في قسم Transactions باي أوت. تجد أيضا هناك التاريخ، عنوان المحفظة التي أرسل إليها التوكنات، المبلغ والحالة والآي دي وهاش المعاملة. إذا كان لديك أي سؤال واستفسار، يرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا. نسعد دائما بخدمتك ومساعدتك. نتمنى لك عملا ناجحا. مع السلامة.